عزيز انسان موهوب. كنا نظنوا باللي هو بسيط بصح هو فنان. براسك هذا من الالهام تاع العقل، راهو ماهوش مهزوز خلاص يعني من اي تصويره يعني. لك جاتني تكرادي تاع الكاليش في عاصمه الثقافه وديماريت فيه، يعني بديت يعني بالعجلات، ومن بعد كلاماتير يعني ديريا ديتو الحطب هذا بالزان، هو تاع بلادنا يعني الحطب عادي خلاص، يعني فيها حتى الحديد، فيها كيما يقولوها البوا دي نورمال، خشب عادي، خاطر كيما يقولوا حنايا الشاسي تاعو حاطب الحطب العادي خلاص. من العجله تاعو قعدت فيها شهرين وانا نخدم فيها، انا كي بديت فيه سما نقولوا حنايا 9 اشهر، ومن بعد كي بديت فيه شهرين خلصته، سما كي كونتو العجلات من بعد شهرين كملتو. حاب نشتغل غير على الكاليش يعني كيما يقولوا العرب الاصليه تاع قسنطينه، بربي ان شاء الله كيما يقولوا في المستقبل يعني يشوفوا حوايج ما شاء الله. نطلب من السلطات المعنيه ان شاء الله يشوفوا معنا ان شاء الله ويعاونونا شويه، سورتو في اللوكال. اللوكال هو اللي يعني حاب نخدم، حاب نطور روحي مليح مليح. ديما راه خدم كما نقولوها محور تاع الروضه، خدم محور تاع الروضه، قال لك لازمني نكمل الروضه هذه، كملها اللي يخدم بها شيك، خرجت الروضه قدامه وشغل عجبو الحال، زاد طالو المورال، عاود ديما راه في الكاليش هذا بالحاجه بشويه بشويه، ديما راه هو المشروع تاعو، زاد خدم الكاركاس تاعو هذا، وبدا بشويه بشويه حتى كمل الكاليش، كملو. عزيز انسان موهوب، عنده حاجه هذه ما هو من صغره هكا مريض بالحوايج هذو، النجاره هذه مريض بها من الصغر. صحيح كي محط بارك هادي سينيها حتى درك ولا بالكراج لايف هكا ويخدم. قدامكم هنايا صناعه جزائريه 100% بكل موادها، بكل لي كاليتي تاعها، ماتيريال مورال كلش.